أهلا بكم من جديد. أرسل حلف شمال الأطلسي ناتو رسالة شديدة اللهجة إلى روسيا بعدم التسامح الحلف مع السلوك الذي وصفه بالعدوان ضد أعضائه بالموافقة على تشكيل قوة للرد السريع قادرة على الانتشار خلال وقت قصير للغاية في أي مكان في العالم. يأتي ذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الانفصاليين المواليين لروسيا وكييف في محادثات جرت في عاصمة روسيا البيضاء مينسك، إلا أن شهود عيان أكدوا وقوع 3 انفجارات شمالية دونيتسك بعد دقائق من إعلان الهدنة في أوكرانيا. المزيد في سياق هذا التقرير. شكوك غربية وأمريكية تحوم حول نوايا روسيا في دعم وقف إطلاق نار دائم بين الانفصاليين الموالين لها وكييف بعد إعلان الرئيس الأوكراني عن توقيع كييف والانفصاليين لاتفاق وقف إطلاق النار في شرقي أوكرانيا في محادثات مينسك عاصمة روسيا البيضاء التي حضرها ممثلون عن روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمتمردون الموالون لروسيا. لقد جئنا من أجل السلام وهذا الشيء الأكثر أهمية، يجب أن لا نتكلم عن الهدنة، ولكن ينبغي الالتزام بوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني والروسي والانفصاليين، ولدينا إيمان بأن كل هذا القتال الذي يجري الآن سيتوقف. وأبدى الرئيس الأوكراني تفاؤلا حذرا إزاء هذا الاتفاق، محذرا من أن استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها ليس موضع مفاوضات، في حين لم يخفي الانفصاليون نواياهم بالانفصال عن أوكرانيا في الوقت الذي طالبت كييف بتطبيق 3 محاور في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. يجب أن يتم السلام وفق 3 نقاط رئيسية. أولاً وقف إطلاق النار، ثانياً انسحاب الجيش الروسي وقطاع الطرق والإرهابيين الروس، وثالثاً استعادة الحدود. إن القرار الذي اتخذناه اليوم لإعداد خطة للرد السريع يرسل رسالة واضحة جداً إلى روسيا بأننا مصممون بقوة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير الحماية الفعالة والدفاع عن حلفائنا. بوريشينكو الرئيس الأوكراني الذي التقى قادة حلف الأطلسي في ويلز التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أكدت التزام الحلف باتفاقية التعاون بين روسيا الموقع عام 1997 باعتبارها جزءا لا يتجزأ من البنية الأمنية لأوروبا، وهذا ما دعا إليه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن. ويلوح الاتحاد الأوروبي بعقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا إذا لم تعمل على وقف التصعيد شرقي أوكرانيا والالتزام بوقف إطلاق النار، كما دعت فرنسا إلى وقف إطلاق نار فعلي يقود لتسوية سياسية شاملة للأزمة. وبالرغم من أن اتفاقية عام 1997 بين روسيا والحلف لا تسمح بتمركز قوات دائمة بطول الحدود مع روسيا، إلا أن قمة ويلز لحلف الأطلسي جاءت بآلية تتناوب فيها قوة للرد السريع في جمهوريات البلطيق وبولندا ورومانيا التي أبدت استعدادها لاستضافة تلك القوة للالتفاف على أي خرق للاتفاقية مع روسيا في رسالة هي الأقوى لموسكو منذ نهاية الحرب الباردة. من باريس ينضم إلينا الدكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا بك دكتور فواز. يعني بداية، ما هي إمكانية صمود وقف إطلاق النار الذي تم إعلان عنه بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف برأيك؟ أنا أعتقد أن فرص صمود وقف إطلاق النار هي ضئيلة للغاية، وخاصة أن ميزان القوى الحالية هو الآن لصالح الانفصاليين في شرق أوكرانيا. نعم. وطالما ما لا توافق الحكومة المركزية على مطالب الانفصاليين، أعتقد أننا سوف لا نشهد وقفا لإطلاق النار على الرغم من كل هذه الاتفاقيات والمناورات التي تحدث في الوقت الراهن. ما هي ملامح هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار دكتور؟ في الواقع الحقيقة هناك العديد من التباين أو الكثير من التباين بين الموقف الروسي والموقف الأوكراني. الموقف الروسي يصر على انسحاب القوات الأوكرانية من شرق أوكرانيا، وهذا يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني الحقيقة سلطة حكم ذاتي للانفصاليين، يعني أوتونومي.
في حين أن الحكومة المركزية الأوكرانية تصر على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات التي تساعد الانفصاليين. إذن هناك فجوة عميقة بين الطرفين، وطالما بقيت هذا الفجوة سوف وقف إطلاق النار لن يصمد. وكما نعلم الآن الحقيقة حدثت بعض الخروقات وفي الساعات القليلة الماضية. كيف تفسر الوصول إلى هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في ظل هذه الحشود الأوكرانية الروسية التي نشهدها على الحدود الأوكرانية؟ كيف نفسر هذا التعارض بين المشهدين؟ ليس هناك من تعارض أبدا. يعني المفاوضات هي جزء لا يتجزأ من التصعيد العسكري. يعني هي الحقيقة المفاوضات هي امتداد لعملية الإنجازات العسكرية على الأرض. يعني الحشود الروسية الحقيقة ترسل رسالة واضحة أنها لن تتراجع عن مساعدة الانفصاليين، وموقف حلف شمال الأطلسي يحاول مساعدة الحكومة المركزية في أوكرانيا، ولكن هذه المساعدة لن ترقى إلى أي نوع من المواجهة مع روسيا. يعني هناك خطوط حمر، يعني لا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية مستعدة للدخول في مواجهة مع روسيا قد تخرج عن نطاق السيطرة. يعني هذا ما كنت أنا أود أن أسأل عنه تحديدا، أن الأوكرانيين يشككون في إمكانية توفير الحماية لهم من قبل حلف الناتو. إلى ما أي مدى يمكن أن يوفر فعلا هذا التحالف الحماية من خلال الرسائل التي استمعنا لها اليوم؟ تحدث الأمين العام لحلف الناتو وأبلغ أنه أوصل رسالة بأنهم لن يتخلوا، أوصل رسالة لروسيا بأنهم لن يتخلوا عن أوكرانيا. إلى أي مدى يمكن فعلا أن يكونوا صادقين في هذه الرسائل وتوفير الحماية الكافية لأوكرانيا؟ أنا لا أعتقد أن المساعدات الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا ارتقت إلى مستوى الأزمة التي تعاني منها الدولة الأوكرانية. بصراحة الحكومة الأوكرانية لم تستلم أسلحة نوعية، الحكومة الأوكرانية ليست لديها القوة العسكرية أو اللوجستية لمواجهة قوات الانفصاليين والمساعدات الروسية. يعني نقطة مهمة للغاية، لا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية مستعدة للدخول في مواجهة مع روسيا. روسيا هي الدولة النووية الأقوى بعد الولايات المتحدة. الخيار العسكري ليس موجودا على الطاولة لدى الولايات المتحدة إزاء أوكرانيا. بالفعل بعض الدول الأوروبية تتكلم الحقيقة خلف الستار بأن على الحكومة الأوكرانية أن تقدم تنازلات إلى الانفصاليين، يقولون بطريقة غير مباشرة أن هناك أن الانفصاليون يعني من المحتمل أن يحصلوا على السلطة يعني الذاتية، على الأوتونومي. وهذا يعني بالفعل أن الحكومة الأوكرانية لن تحصل على المساعدات النوعية التي يمكن أن تساعدها على يعني وقف تمدد قوات الانفصاليين. نقطة أخيرة في هذا الموضوع، كل رسائل حلف شمال الأطلسي لا تتعلق بأوكرانيا، تتعلق بالأمن القومي لدول حلف ناتو وخاصة لدول البلطيق. رسائل لروسيا أن حلف شمال الأطلسي لن يسمح بتهديد أمن دول البلطيق، وهذا لا يتعلق بالفعل بأوكرانيا. طيب، هنالك عودة لمطالب من أوكرانيا بالتقارب مع حلف الناتو، عادت ليتم مناقشتها باهتمام بعد سنوات عدة تم طوي صفحاتها. هل فعلا نحن أمام انضمام أوكرانيا لحلف الناتو برأيك؟ أنا يعني لا أعتقد أن دول شمال الأطلسي في هذه اللحظة سوف يوافقون على مثل هذه الدعوة، لأنها تعني بالفعل يعني الإمكانية الدخول في مواجهة شاملة مع روسيا. وهذا الموضوع المواجهة مع روسيا ليس مطروحا على الطاولة. كل شيء المطروح هو الحقيقة تجديد نظام العقوبات، محاولة الضغط على الرئيس الروسي من خلال العقوبات الاقتصادية ولا التهديد العسكري. وطبعا كما نعلم فشل نظام العقوبات في إعطاء ثماره، والرئيس الروسي ماضي في يعني استراتيجيته، وبالفعل حقق الانفصاليون انجازات ميدانيه مهمه في الاسابيع الماضيه، وهذا ما الحقيقه ما وضع الحكومه الاوكرانيه في وضع صعب للغايه.
طب في حال تم تطبيق وقف إطلاق النار، هل ستتراجع الولايات المتحدة والدول الغربية عن فرض هذه العقوبات عن روسيا؟ لا لا أعتقد، أنا أعتقد أن نظام العقوبات سوف يبقى لوقت طويل. هذا نظام العقوبات محاولة لتحجيم الدور الروسي، محاولة لإضعاف روسيا وقدرتها على النمو الاقتصادي، وأيضا محاولة لإبقاء هذه العقوبات من أجل الحقيقة يعني التهديد روسيا بعدم القيام بأي خطوات لتهديد أمن دول البلطيق خاصة ودول شرق أوروبا الذين انضموا إلى حلف شمال الأطلسي في السنوات الماضية. طيب برأيك ما هو موقف الانفصاليين في حال تم وقف إطلاق النار؟ هل سيفضلون الانضمام إلى روسيا؟ وماذا يمكن أن يحصل بالمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون؟ أنا أعتقد نتكلم عن منطقة حكم ذاتي، يعني منطقة حكم أوتونومي، وهذا يعني بالفعل أنهم ليسوا بحاجة للانضمام إلى روسيا، لأن منطقة الحكم الذاتي تعني بالفعل أن التأثير الروسي والدور الروسي هو الدور يعني المحرك الرئيسي. هذا ما تريده روسيا، تريد الحقيقة يعني منع الحكومة الأوكرانية من إخضاع مناطق شرق أوكرانيا إلى سلطتها، وهذا يعني بطريقة غير مباشرة أن روسيا هي الحقيقة أصبحت القوة الضاربة في شرق أوكرانيا، وتهدد طبعا مثل ما قال الرئيس الروسي في خلال اجتماع مع رئيسة الاتحاد الأوروبي، قال أننا نحتاج فقط لأسبوعين لاحتلال كل أوكرانيا، وهذا يدل حقيقة على أنه لا يأخذ دولة أوكرانيا بمعنى الجد. شكرا جزيلا لك دكتور فواز جرجس، كنت معنا من باريس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، شكرا لك. ملفات متواصل من الغد العربي من لندن وتتابعون فيه بعد الفاصل. الكتل السياسية العراقية تخفق في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة.